بيقابلني بعض البنات ان هو بيبقى عندها مشكلة افرازات مهبلية. بتعمل ايه بقى البنوتة او الست لما يحصل لها افرازات مهبلية؟ تتصل بالصيدلية، الو انا عايزة حاجة للافرازات المهبلية، او تتصل بصاحبتها او جارتها، صاحبتها كشفت والدكتور ادالها كذا وكذا، خدي كذا وكذا انا الدكتور الدهوني. تقوم السيدة مستخدمة نفس العلاج اللي الدكتور كان كتبه لصاحبتها او جارتها او حماتها او وات ايفر. في الحقيقة يا جماعة الكلام ده غلط جدا جدا جدا. الافرازات المهبلية دي مش نوع واحد، هي بتعبر لنا عن وجود مشكلة داخل الجهاز التناسلي بتاعك، وجود التهاب مثلا، او وجود عدوى فطرية، او وجود كذا سبب لهذه الافرازات. الموضوع ده بالذات لازم تكشفي ونعرف ايه العلاج المناسب للمشكلة المناسبة عندك، لان انت ممكن تستخدمي علاج خارجي مثلا من اي حد ممكن يحسنلك او ما يحسنلكيش الاعراض، انما ممكن يدخلك في مضاعفات اخرى. فمش صح ابدا 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 ان انا اكشف عن الافرازات المهبلية عن طريق التليفون او الصيدلية او عن طريق صحابي. لازم نتوجه للطبيب المختص اللي هيكتب لنا العلاج المختص بالمشكلة اللي عندك انتي بس.